الخبراء اليابانيين باتخاذ الإجراءات التالية: سبسكرايب، لايك، كومنت، فيفورت. السلام عليكم اخواني الكرام متابعي قناتي قناة فتحي جيمر دوزاد. اليوم في هذا الفيديو اريد ان اقدم لكم عدة موضات، من بين هذه الموضات مود الجرافيك الرهيب جرافيك الام بي الذي وضعته قبل عدة ايام على قناتي، وهو الذي يقوم بجعل لعبة جيتا ساندرياس رائعة وجميلة جدا كما رأيتم في ذلك الفيديو. وتوجد عدة موضات في هذا الفيديو، سوف لكم ترون روعة هذه الموضات في هذا الفيديو. اخواني الكرام لا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في قناتي وتفعيل زر الجرس، عليكم سوى الذهاب تحت الفيديو لتروا جميع الموضات التي توجد في هذا الفيديو اخواني الكرام، وتحميلها وتثبيتها على لعبتكم لعبة جيتا ساندرياس. اذا اخواني الكرام الان سوف اقوم بتوديعكم، واقول لكم الى اللقاء ونلتقي في الفيديو القادم. سلام. أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك في القناة.